النهر. اعتاد عادل في كل عطلة أن يزور القرية التي يقطنها جده، فيقضي بها أسعد أوقاته، يتنزه على ضفاف النهر الذي يمر وسطها، ويصيد أسماكه بصنارته. في الصيف الفارط زار عادل القرية، ففوجئ باختفاء النهر، ولم يرى سوى مجراه الجاف وأرضه المتشققة، لا ماء ولا أسماك. الأزبال تغطي النهر وروائحها تزكم الأنوف، وغير بعيد تجمع الأهالي يحفرون بئرا. سأل عادل جده: ماذا جرى للنهر؟ فأجابه بحسرة: أهمل الأهالي صيانة النهر ونظافته، وتناسوا أنه مصدر خيرهم، فتوقف عن الجريان، حفروا الآبار لكن دون جدوى، ولم نعد نجد المياه الكافية لسقي ماشيتنا وري بساتيننا. توجه عادل نحو الأهالي وخاطبهم: الحل لدي إذا أردتم النهر. وما هذا الحل أيها الذكي الصغير؟ اعتذروا إلى النهر عن أهمالكم له، فالنهر غاضب منكم. وكيف نعتذر إلى النهر؟ هل تمزح معنا؟ الاعتذار يكون بتنظيف مجرى النهر من النفايات. أخذ الرجال برأي عادل وراحوا ينظفون مجرى النهر أملاً في عودة المياه. انقضى فصل الصيف والخريف، لكن النهر لم يعد. بدأ الشك يعتري الأهالي، وما إن حل عادل بالقرية مرة أخرى، حتى بادروه بالسؤال: أين صديقك النهر يا فتى؟ لقد عملنا بنصيحتك، لكن النهر لم يعد. تبسم عادل وهو ينظر إلى السماء المتلبذة بالغيوم، ثم قال: عليكم بالانتظار قليلا، فما أضاعته أيديكم في سنين لا يعود في شهور. هبت الرياح معلنة قدوم الشتاء، فهطلت الأمطار وسالت الجداول، ثم أشرقت شمس الربيع الدافئة، ذابت الثلوج المتراكمة على الجبال، وتدفقت المياه وانهمرت العيون، فعاد النهر يجري من جديد. ابتهج الأهالي بعودة المياه، وعاهدوا عادلا على صيانة النهر والمحافظة على نظافته. والآن ننتقل إلى استثمار الحكاية استثمارا من حيث الرصيد ومن حيث الصرف والتراكيب والأساليب. نبدأ بالرصيد المعجمي. اعتاد، هل هي واظب، توقف أم غادر؟ يقطن، يرحل، يسكن، يغيب. الآبار، الآبار، هل هي حفر أم نفايات أم جداول؟ تدفقت، هل معناها توقفت، جفت، هطلت؟ إذن اعتاد معناها، نعم اعتاد واضب. يقطن، الجواب هو يسكن. الآبار هي حفر. تدفقت، إذن هي هطلت. إذن ننتقل إلى فقرات استثمار الصرف والتراكيب والأساليب. نبدأ بالصرف. ونحن رأينا خلال الأسبوع الماضي أو درسنا فعلا ينتهي بألف مقصورة، إذن مثلا قضى،
قضى. رمى. حمى. إضافة إلى أفعال كثيرة جدا تنتهي بألف مقصورة. نعود إلى النص ونبحث عن فعل ينتهي كذلك بألف مقصورة. مثلا إذا ما رجعنا إلى الحكاية، سمعنا ماذا جرى للنهر؟ ماذا جرى للنهر؟ ماذا، نكتب الجملة، ماذا جرى للنهر؟ هذه الكلمة التي هي تنتهي بألف مقصورة هي جرى. جرى بها ألف مقصورة. إذن هذا الفعل هو الفعل الذي نبحث عنه ووجدناه في نص الحكائي الذي سمعناه. إذن كما قلت نبحث عن مجموعة من الأفعال تنتهي بالألف مقصورة ونركبها في جملة. ننتقل إلى التراكيب، ننتقل إلى أن نستثمر التراكيب. التراكيب سنحاول أن نكون جمل فعلية، ونحن رأينا بأن الجملة الفعلية قلنا هي التي يكون أولها فعل. مثلا سقى الفلاح الحقل. لاحظوا هذه الجملة تبتدئ بماذا؟ تبتدئ بفعل، ومثله مثل هذه الأفعال التي رأيناها. إذن سقى الفلاح الحقل، وهذا فعل في زمن الماضي. نحن الآن سنعمل على تحويل هذه الجملة التي تبتدئ بفعل ماضي، نحولها إلى المضارع، فنقول يسقي الفلاح الحقل. يسقي الفلاح الحقل. إذن على هذا الغرار أو على هذه الصيغة ممكن أن نبحث عن جمل تبتدئ بفعل الماضي ونحولها إلى المضارع، نحولها إلى تنتهي بفعل مضارع. فيما يخص الأساليب لدينا أسلوب وهو أسلوب تعجبي، قال ما أجمل هذه اللعبة. لاحظوا ما أجمل هذه اللعبة، هذه جملة تعجبية، أتعجب من شيء جميل أعجبني. هذه الجمل جمل تعجبية تنتهي بعلامة التعجب. سنصيغ على غرارها مجموعة من الجمل وهي بسيطة وسهلة. سنصوغ على غرارها مجموعة من الجمل وهي جمل تعجبية. ما أجمل، ما ألطف، ما ألذ، هذه ما أفيد، هذه كلها مثلا ما أفيد هذا الكتاب، ما ألطف صديقي، ما ألذ هذه الفاكهة، وما إلى ذلك. إذن سنحاول جميعا في بيوتنا أن نستثمر هذه الأمثلة التي أعطيناها لكم الآن في هذه الحصة فيما يخص المعجم وفيما يخص التراكيب والصرف والأساليب. والسلام عليكم إلى حصة قادمة، وشكرا على حسن انتباهكم. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، يسعدني اليوم أن أقدم لكم درسا جديدا
في مادة القراءة الحصة الأولى، ونحاول أن نتوقع أو أن نقرأ ماذا تريد أن تقول لنا هذه الصورة، ما دمنا أن تعرفنا عن المكونات وعناصر هذه الصورة. الآن سنرى ماذا تقول لنا الصورة. إذن الآن التوقعات، كل واحد منكم سيحاول أن يعطيني توقعا أو توقعا لا يهم. نعم. نعم، هناك بخار. بخار. نعم، يعني أن الماء يتبخر، صحيح. نعم، أكيد أن هذا البخار نتيجة حرارة الشمس، جيد. الآن أعطوني توقع آخر. نعم، الماء ينزل من السماء، حسن جيد، الماء ينزل من السماء. نعم، أريد توقع آخر. نعم، الماء ينزل من الغيوم، صحيح، الماء ينزل من الغيوم. نعم، جميل جدا، تابعوا. نعم، ماذا؟ نعم، الماء هو ثلج وبرد. نعم، الماء هو ثلج وبرد، جميل. نعم، إذن كيف؟ ماذا؟ الثلوج، الغيوم، نعم، الغيوم أو السحب تنزل مطرا وماذا؟ وثلجا. نعم، إذن في نظركم ماذا نستنتج من هذه الصورة؟ ربما أن الماء، لاحظوا، كان في البحر وتحول إلى قمة الجبل بفعل ماذا؟ بفعل هناك رحلة، هناك رحلة طويلة جدا يقطعها المطر، يقطعها الماء من البخار إلى أن يتحول إلى ثلج. والآن نقرأ النص القرائي. اقرأوا معي أو اسمعوا معي هذا النص. الكتب مغلقة، وأنت في بيتك تفتح الصنبور فينزل منه الماء صافياً، تفتح الصنبور فينزل منه الماء صافيا عذبا، تشربه فيطفئ دمعك، أو تغتسل به فينعشك. فهلا تسألت يوما عن الرحلة الطويلة المتعبة التي يقطعها الماء قبل أن يصل إليك؟ تسلط الشمس أشعتها الحارة على مياه البحار والمحيطات فتتحول إلى بخار خال من الملح يصعد إلى السماء، هناك يتكاثف مكونا سحبا تتحرك في الفضاء الفسيح كما تشاء الرياح. إذا حلقت السحب في أجواء باردة تحولت إلى ماء يتساقط مطرا، وإذا حلقت في أجواء باردة جدا تحولت إلى ثلج ينزل على قمم الجبال، وأحيانا تتجمع قطرات المطر بفعل البرودة فتتحول إلى برد. الماء المتساقط على الأرض مطرا أو ثلجا أو بردا يأخذ وجهات عديدة، منه ما يلج باطن الأرض فلا يغادر إلا إذا وجد بئرا يتعلق بدلوه أو عينا ينبع منها. والثلج المتجمع في الجبال يبدأ في الذوبان فينزل جداول وروافد تغذي الأنهار والبحيرات، تجري مياه الأنهار إلى أن تصب في المحيطات والبحار لتبدأ رحلة جديدة
وقد تجد في طريقها سدودا تقام على الأنهار. هناك تتجمع بكميات ضخمة ثم تنطلق عبر قنوات لسقي الأراضي الفلاحية أو قنوات أخرى توصل المياه إلى محطات المعالجة. في محطات التصفية يصفى الماء ويعقم ويصير صالحا للشرب والاستعمال. بعدئذ يأخذ طريقه إلى البيوت والمصانع وغيرها. فما أطول رحلة الماء وما أسعدنا به. أعزائي التلاميذ، بعد أن استمعنا إلى هذا النص الجميل والمفيد، ما دمنا أننا نتعلم عن بعد فلربح الوقت كان بالإمكان أن أعيده عليكم مرة ثانية، ولكن الآن سنتحقق من التوقعات التي ذكرناها سابقا من خلال ما سمعناه من النص. فلنحتفظ بما هو صحيح ونشطب على ما هو غير صحيح. وضعنا هنا توقعات، وهذه التوقعات سأختار منها ما يناسب في النص أنه صحيح وسليم، وأن توقعي كان سليما وصحيحا، وأشطب على ما هو غير صحيح. وشكراً.